احنا من الساكنه اللي استفدنا من المشروع باسم الاستفاده، ما كاينش الاستفاده. الساكنه تقريبا تحسب ب 20 مليون و 100 الف ريال. الضمانات اللي عطيناهم شهاده اداريه من المقاطبه اننا كنسكنوا في المشروع. البنكه ما خدات حتى شي وثاقه تعطي الوثيقه بانك توشي مثلا 2000 درهم شهاده اداريه من المقاطعه ب 2000 درهم، كتحسب كتقول لك 2000 درهم غادي تخرج لك لاطيرز، ما تخطاك السكن. بالتالي كيديروا ما القيمه ديالو 4000 درهم 4500 درهم باش كتخرج لك لاطري، هو صالير وهمي. لا ما كنتوشيش، واخا نكون كنتوشي لاطري كتوصل 1700 درهم. المشكل اللي كاين هو اننا كلنا مجموعه ديال الساكنه ديال الناس ديال المحاج الملك اللي جايين بهذ المتفرعين ب 20%، غادي ماشي كنقولوا انهم ما غاديش يخلصوا لانهم باغي يسكنوا فابور، ولكن خصها تكون مقاربه اجتماعيه. المشكل اللي كاين هو ان الناس، هذا هو المشكل علاش قامت هذه الوقفه كامله، ان الناس ما غتبقاش تخلص. ماشي ما باغاش تخلص، هي ما غتبقاش تخلص، لان كاين مشكل، كاين الحيز، كاينين السطر الاولاني انه جاوب 20 مليون و100، والسطر الثاني انه كيجيب 10 المليون. بغينا نعرفوا اشنا هو السبب. وبالنقطه بهذه المناسبه، ان ملي جات شوف تي في تينا باش نقول واحد الكلمه، ان المعلومات اللي توصلت السيد بن كيران بان الناس باغي يسكنوا فابور، فهذاك راه كان حيف بحد ذاته للساكنه، ان هذاك كله هراء وكلام كذب. أن الناس ما كاينش واحد اللي باغي ياخذ سكن بدون مقابل، كلشي باغي يخلص، ولكن تكون مقاربة اجتماعية. دابا الناس كتضطر أنها كلها ما غتبقاش تخلص. المسؤولية الأولى والأخيرة كنسول المسؤول المغاربة من كلهم، كاع اللي كي عندهم علاقة بالوزارة السكنة وسياسة المدينة. حنا بغينا نعرفوا واحد النقطة المهمة والأساسية في هذا سميتو، هو أن خصها تكون مفارقة ما بين وزارة الداخلية ووزارة السكنة والتعمير. بما اننا شادين جوج وزارات، اذا غيكون لوبس هو فرق في الموضوع. الناس ما غتبقى، رده الفعل ديالنا ان الناس ما بقاش غادي تخلص، ماشي ما باغاش تخلص. انا غنعاود نكررها، ماشي الناس ما باغاش تخلص، الناس ما عندهاش القدره انها باش تخلص. الرساله الاولى والاخيره كنوزوها لسيدنا، يشوف بعين الاعتبار في هذه الساكنه في هذا الشعب ديالو. هذا النداء كنصيفطوه لصاحب الجلاله نصره الله. حنا من سكان المدينه القديمه في المحج الحسن الثاني. انا على دبلوم قلت انا زياده وخلوق في دارنا دوزت بها 55 عام، تجا الاحصاء انا محصيب 89 انا وولادي، خلص 16 مليون، وانا تزوجت في 84، وماشي غير انا، كاينين عدد من هاد الناس. كنعطي 28 الف ريال في الشهر، ما عندي الصالير، انا عندي 60 عام دابا، انا عامين دابا ما تنخلص الطريطه. الضمانه صيفطونا من عند القيد، دار لنا 4000 درهم. الضمانه هي شهاده اداريه وقبلوها من عندنا، قلنا لهم هذا الشيء، قال لك لا، وحنا ما مهددين بالسقوط، ديورنا هما باقيين واقفين، ودارنا حنا فيها 80 متر، لا ما خلصتهاش غادي تلوحني للزنقه. من الاول مليوح مليوح، انا عارف راسي مليوح ملي خرجت من دارنا، لان هذيك الدار مدوز بها انايا بعدا خويا الكبير مدوز بها 64 عام. ولا يعقل على هذا الشيء. احنا اولا كنا من الملاكين اللي كنا تقريبا كل شهر الاقل فينا تياخذ واحد 7000 درهم ولا 6000 درهم. هذا حيدوا لنا الديور وتقبلنا ديك المشاكل اللي هما فرضوها عنا. كنا ساكنين في ديور واسعين، صيفطونا لواحد المنطقه اللي هي نائيه. الناس المساكن اللي كانوا هنايا مثلا عندهم شي تجاره عاديه وصيفطوهم لهنا، الناس تموت هنا بالجوع. الارمله مسكينه اللي عندها كانت عندها دار تستقط منها وتاخذ من هذاك الكار، ما بقاتش مسكينه جات لهنا، في حين ان الناس عزوا عن اداء ذاك الواجب ديال الشومه اللي فرضها عليهم. عاد باش زيد اسيدي الناس اللي مشاو ب 14 مليون، الناس اللي مشاو ب 20 مليون، الناس مساكنه تقهروا، الناس اللي كانت عندهم الاملاك ديالهم، كانت عندهم الاملاك ديالهم في المدينه القديمه. اذا انا اناشد وتنتوجه النداء لصاحب الجلاله وداوي الضمائر الحيه باش تنظر لهاد الساكنه. مساكنه مقهورين، الناس راه مقهورين.